لا صوت يعلو على صوت يومك يا أهلي على بركة الله تعالى. سبت يوم الأهلي، يوم الأهلي ويوم جمهور النادي الأهلي ويوم وعي جمهور النادي الأهلي ويوم يجب أن يحتفظ فيه النادي الأهلي بشخصيته وبروحه العالية الكبيرة اللي ياما جابت بطولات، ولا طالما احتكم إليها الأهلي فرجحت كفته روح الفانيلا الحمراء. والفانيلا الحمراء اللي الأهلي هيستعيدها في هذه المباراة، لعب المباراة الأولى في تونس بالفانيلا السودة الفاتحة شوية كفانيلا بديلة، لكن يستعيد الأهلي فانيلته وروحه وقوته إن شاء الله. نشوف هذا التقرير الصوتي. عند دقات الساعة 8 مساء السبت تتجه عيون وقلوب الملايين من الأهلوية صوب استاد القاهرة الدولي لمتابعة مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين العملاق القاهري النادي الأهلي بطل القرن العشرين في إفريقيا ونظيره الترجي التونسي. الأهلي يدخل اللقاء بحثا عن التتويج باللقب 12 في تاريخ مشاركاته بدوري أبطال إفريقيا بعد أن نجح في العودة بتعادل سلبي أمام غول إفريقيا بملعب رادس. وأسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إدارة المباراة إلى الحكم الكونغولي جان جاك نادالا حكم الساحة، ويعاونه سورو فاستوني من ليسوتو مساعد أول والبوركيني سايدو تياما مساعد ثاني، فيما يتولى الجزائري لحلو بن إبراهيم مهمة حكم الفيديو. على الجانب التنظيمي للمباراة كثف مسؤولو النادي الأهلي من اجتماعاتهم عقب العودة من رادس لخروج المباراة بشكل يليق باسم وسمعة النادي الأهلي، وحرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على استقبال بعثة النادي التونسي في مطار القاهرة ردا على الاستقبال الطيب الذي وجدته بعثة النادي الأهلي في تونس، وطلب من المسؤولين في النادي الأهلي تذليل كل العقبات أمام الأشقاء التوانسة في ظل العلاقة الطيبة والتاريخية بين الناديين. كما حرص الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف على عقد اجتماعات بحضور مسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدم ومسؤولي الناديين الأهلي والترجي التونسي للتنسيق والترتيب لإخراج المباراة النهائية بشكل يليق باسم وسمعة الكرة الإفريقية، وتم الاتفاق على كافة الأمور التنظيمية للمباراة، وتم إسناد إخراج المباراة لمخرج برتغالي. وزارة الرياضة أيضا كانت حريصة على المشاركة من أجل إنجاح العرس الكروي المنتظر، حيث تأكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة من جاهزية استاد القاهرة الدولي لاستضافة النهائي الإفريقي والذي ينتظره الملايين من الجماهير المصرية والإفريقية، كما اطمأن على الاستعداد التام لاستقبال الجماهير والتي من المنتظر أن تزين المدرجات لمؤازرة النادي الأهلي من أجل خطف الأميرة السمراء ووضع النجمة 12 على قميص المارد الأحمر الذي يهيمن على القارة الإفريقية بأرقامه القياسية. يعني مش عايزين نؤكد على المؤكد يا استاذ ابراهيم واهميه المباراه واهميه ان احنا ندرك ان احنا داخلين على منافسه قويه ونهائي غير تقليدي يعني. يا رب جمهورنا يفرح باداء ونتيجه باذن الله، ونكون على موعد يوم جميل باذن الله.